الفساد او الزيادة والإدارة والكرامة للغنى إذن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت ضمن البرنامج النضالي المسطر حول ما يشهده المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط الذي يحمل من الصفة ديالو غير الاسم لأنه جهوي ولكن غير منفتح على جميع الأقاليم لأن حتى الأقاليم تعانيوا مجموعة من المشاكل الكبيرة. إذن حنا هذه الوقفة جات وايضا اعتصام اللي غادي ينفذ دابا يعني مده ساعه يعني من ساعه المكانة امام الاداره جات للتعبير على حجم الخروقات وحجم التجاوزات اللي كيشهدها هذا المستشفى الجهوي دون تدخل للجهات المسؤوله. ولهذا حنا طالبنا بان بإفاد لجنه من المجلس الاعلى للحسابات والمفتشيه العامه وايضا وزاره الصحه من اجل البت في مجموعه من الخروقات اللي سبق حنايا ذكرناهم خروقات كبيره وتجاوزات كبيره واللي هي لا تعد ولا تحصى لان كل نهار عندنا ولاده ديال الاشكال وولاده ديال المشكل. اخر اشكال اللي هو جا في هذه الوقفة هذا هو بخصوص المصلحة ديال التوليد اللي هي اليوم اللي حجل هذه الوقفة من ممرضين وأطباء وإداريين من أجل التعبير على هذا الإشكال الكبير اللي بغات الإدارة في الأول بغات باش تحذف هذه المصلحة. من بعد لجأت لواحد الطرق ملتوية من أجل منح مناصب مسؤولية بمجموعة المصالح. من بعد عاوتاني طلبوا من القابلات بأنهم يمشيوا للمصلحة المركب الجراحي. فهذا الأمر فهو رفضناه. مشكل خويا عندنا مجموعة ديال الموظفين هنا في مستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط تم يعني تهديدهم بالتنقيل تعسفي من المصالح اللي كيشتغلوا فيها لمدة من الزمن ويعني إقحامهم في مصالح أخرى اللي لا تدخل ضمن التخصص ديالهم وهذا ما يشكل خطرا على المريض يعني بالصفة الأولى كيفاش غتهز انت اون ساج فام يعني قابلة متخصصة في التوليد وتحطها في بلوك اوبيراتوار في غرفة العمليات يعني ما عندهاش تكوين في هذا المجال يعني ممكن ان هذا القرار ديال الإدارة يتسبب في واحد المشكل لا قدر الله بالنسبة للحياة ديال المرضى. هي ما متخصصش في غرفة العمليات ما قراوش على لي زانسترومون على الماتيريال وعلى الأسماء ديال الماتيريال ما عندهمش تكوين يعني في الجراحة في غرفة العمليات. المهمة الأساسية ديالهم هي النساء الحوامل وهي يعني التوليد فكيفاش غنحطوهم في واحد الاختصاص اللي خارج على الاختصاص ديالهم. هذا من بين المشكل الأول. ثاني حاجة هناك يعني ضرب وزعزعة ديال الاستقرار يعني الاستقرار هنا بالموظفين ديال المستشفى الجهوي. كيف يعقل واحد الموظف يعني سنين هو في واحد المصلحة وكتجي كتقول له غدا ولا بعد غدا غتهددوا باش يمشي لواحد المستشفى اخر. هذه من بين المشاكل اللي كيتخبطوا فيها المناضلين والمناضلات الموظفين والموظفات يعني بشتى انواع. عندنا مشاكل ايضا هنا يعني بواحد القرارات تعسفيه وبواحد التكبر واحد العجرفه ديال واحد المسؤول اللي باقي ما عرفناش يعني شنو التخصص ديالو شنو الحيز ديال التدخل ديالو هنا بالمستشفى. جابوه على حسب ما سمعنا باش يقاد الانعاش بحكم التخصص ديالو فاذا به يعني كيتدخل في جميع المصالح كيمشي عند لي ساج فام كيقول لهم غتحيدوا من هنايا غنديروا يعني هذه المشاكل هذه لا تعد ولا تحصى. كلشي كيتشكى من هذا المسؤول هذا هنا في المستشفى ما بقيناش عارفين واش المديره اللي كتسير ولا هذا السيد هذا واش عنده شي مذكره وزاريه ديال التسير. كاينه مجموعه ديال المشاكل اللي كيتخبطوا فيها هنا وكنطالبوا بالوزاره الوصيه باش تنزل معنا هنا للمستشفى وتحل المشاكل قبل استفحال الوضع لان الصحه ديال المواطنين هذه الصحه ديال النساء الحوامل الصحه ديال الناس اللي غيجريوا عمليات جراحيه هنا في المركب الجراحي هذا لا يعقل. المشكل اللي عندنا نهار الجمعه كنا خدامين حتى كنتفاجئوا بواحد ما نقولش بانها مذكره زعما وزاريه من الاداره اننا خصنا نورمالمون ننتقلوا للبلوك اذا به ان ماشي شي واحد من الاداره هود لعنا مثلا الوحده في كخدامين ويعلمنا بهذا الشيء هذا
هما ديزينيا وعشرة الأواخر اللي التحقوا بالمؤسسة، رغم أن هاد العشر أواخر ما كاين حتى شي قانون كيستندوا على حتى شي قانون بأن ضروري هاد العشر أواخر اللي التحقوا بالمستشفى هما اللي نورمالمون اللي خاصهم يمشيو لهاد البلوك. دابا لحد الآن حنا واقيلا متفاجئين بهذا القرار اللي تخدا، ما شاورنا حتى واحد، ما قلنا شنو كاين لا علاش ولا كيفاش، حتى كنتفاجئوا بهذا القرار هذا، وهذا القرار هو اللي ما موافقينش عليه نورمالمون. علاش عيلقلونا لهذه المصلحه هذه اللي اصلا حنايا ما عملنا ما عندنا حتى شي خدمه فيها، ما كنعرفوش اننا نخدموا فيها من غير لانني قابله نورمالمون كنخدم في مصلحه التوليد مع لي فام لي جينيكو، اما باش ننزل في واحد المصلحه انا ماشي معنيه بها وما عملتش فيها لا ستاج لا قريت حتى حاجه عليها، راه عاد تجيني في المهام ماشي في المهام ديالي، عاد تجيني قاصحه نورمالمون.